كاثي كونغ هي أحد الناجين من مرض السارس، إذ كانت تعيش في أشد الأحياء تعرضاً لموجة الوباء في هونغ كونغ، كما أصيب أكثر من 300 شخص من جيران كاثي بالمرض. لم أكن أعلم أن حالتي كانت خطرة ومخيفة جداً إلى أن تم صرفي من المستشفى، وعند وصولي إلى المجمع وجدت أن أغلب المحال التجارية المجاورة للسكن كانت مغلقة، والهدوء يخيم على المنطقة بخلاف الأيام الاعتيادية. وكانت الشوارع في مناطق أخرى من هونغ كونغ مهجورة، رغم أنها كانت بالعادة مزدحمة، إضافة إلى ارتداء المشاة أقنعة لحمايتهم، الأمر الذي زاد من حجم الطلب عليها حتى أن المستشفيات أصبحت تجد صعوبة في الحصول عليها. لم نستعد حينها بالشكل المناسب، لأننا اعتقدنا بأن المرض سينتشر بشكل محدود، ثم اكتشفنا انتشاره في مجمع الحدائق السكني، كما كان هناك شح في مخزون هذه الأقنعة. الدكتور سيام شو، أخصائي تنفس في مستشفى المسيحيون المتحدون، وهو المكان الذي عالج العديد من مصابي مرض السارس في مجمع الحدائق السكني. رغم أن الدكتور شو وزملائه لم يكونوا على علم بطبيعة المرض الذي يواجهونه. لقد كان مخيفا جدا، وكل فرد من الفريق الطبي شعر بمسؤولية كبيرة، لأنه كان لدينا أكثر من 100 مريض مصاب بمرض السارس، وعادة ما يحاول الناس إعطاء لمسة عاطفية لتجاربهم، إلا أن الحادثة شكلت صدمة للجميع، وأنا لا أعتبر نفسي بطلا لأنني تدربت على التعامل مع الالتهاب الرئوي وهذا هو عملي. ووفقا للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، فإن مرض السارس توقف في عام 2004، إلا أن تداعياته لا تزال تظهر في هونغ كونغ إلى اليوم، فهناك لافتات بمواعيد التعقيم على المباني، إضافة إلى انتشار معقمات اليد الفورية في الشوارع. وعند مرض أحد سكان المنطقة تنتشر الأقنعة بين الناس لتجنب انتقاله لباقي السكان. وتعبر كاثي عن سعادتها وسرورها لانتشار الوعي بين الناس، مضيفة أن ضحايا السارز لا يزالون يتعالجون، بعضهم جسديا والبعض الآخر معنويا. لطالما قلت لنفسي إن الأمور على ما يرام، فقد تعافيت وانتهى المرض، والكارثة انتهت أيضا، فبالفعل الحظ كان حليفي.